أعزائي متابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، إحنا النهاردة مع حضراتكم في لايف جديد من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية الحميدية الجديدة. بترفض عدسة أهل مصر حالة لطفلة اسمها صفا. صفا بتعاني من الضمور الشوكي. يمكن أهل صفا دي تاني تجربة ليهم بالنسبة لهذا المرض، ولكن فقدوا طفلة لهم قبل الصفا. كان يعني بسبب انه ما كانش العلاج متوافر هنا، ولكن العلاج النهاردة متوفر، وفيه مبادرات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي لهذه الحالات، علما بأن علاج ضمور العضلات يمكن بيكلف مبالغ كبيرة جدا، يعني مفيش حد بيقدر فعلا عليها. يمكن هنعرف من خلال اللايف الأحداث اللي هم مروا بيها، وهنعرف تكلفة هذا العلاج، واللي يمكن زي ما حضراتكم يمكن شايفين في العنوان لازم تاخد إزازة دواء كل 17 يوم ب55,000 جنيه. طبعا يمكن ما فيش حد في في الدنيا كلها هيقدر يوفر، أي أسرة مش هتقدر توفر لطفلتها أو لطفلها هذا المبلغ، خاصة يعني إن العلاج يعني في الشهر ما يعادل من 120,000 جنيه، يعني مبالغ طبعا طائلة. خلاف على كده إن هي محتاجة لعلاج مدى الحياة. هنعرف من خلال اللايف مع والدة صفا وهتحكي لنا التفاصيل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. احكي لنا بقى يعني إيه اللي صفا بتعاني منه، وإيه الحاجات اللي أنتم مريتوا بيها، قولي لنا. انا مامة الطفلة صفا. صفا عندها ضمور عضلات شوكي. صفا مش الحالة الاولى، احنا كان معنا ليها اخت تانية توفت وهي عندها 4 سنين. دي اللي هي رقية؟ لا، حبيبة. حبيبة اسمها. حبيبة. ايوه اسمها حبيبة. حبيبة. كان لسه العلاج منزلش مصر. احنا اكتشفنا مرض صفا وهي عندها 10 شهور. يعني ساعة ما حبيبة اتولدت بنفس المرض اللي هي عليها صفا ده، ما كانش العلاج متوافر في مصر في الوقت ده، يعني ايوه ما كانش موجود في مصر. الكلام ده بقاله حوالي قد ايه؟ هي متوفية من 4 سنين، يعني كان زمانها دلوقتي عندها 8 سنين. يعني الكلام ده من 8 سنين ما كانش متواجد هذا العلاج في مصر. ايوه تمام. اكتشفنا مرض صفا وهي عندها 10 شهور. في الوقت ده كانت المبادرة بتاع الرئيس السيسي نزلت، عملنا التحاليل والتحليل الجيني، وكنا خلاص هنعمل التحليل الفيروسي. التحليل دوت بيتعمل قبل الحقنة الجينية. تمام. في الوقت دوت نزل قرار ان الحقنة لحد 6 شهور بس. يعني كان الاول لحد سنتين. القرار بينزل لحد سنتين. سنتين. انها تفضل تاخد الحقن لمدة سنتين. لا، هي حقنة واحدة بتتاخد في العمر. حقنة واحدة بتتاخد في العمر. تمام. نزل قرار ان هو لحد 6 شهور بس، بعد كده طب فهمينا بس النقطة دي للناس، يعني ايه لحد سنتين ويعني ايه لحد 6 شهور؟ الأول كان القرار نازل ان الحقنة الجينية حقنة بتتاخد مرة واحدة في العمر ب 40 مليون جنيه، وهي عندها سنتين. وهي ايوه من يوم لحد سنتين. تمام. لحد سنتين. تمام. واحنا بنعمل التحليل وخلاص هناخد الحقنة، نزل قرار ان الحقنة بس لحد 6 شهور الحقنة الجينية. الطفل اللي عنده يوم او 6 شهور بالظبط كده، بعد كده لا، بعد كده دواء شرب. نزل بقى القرار بايه تاني بقى؟ بدواء شرب ريزدبلام او سبونرازا. سبونرازا ده برضو حقن بس بيتاخد كذا مره، مش مره واحده زي الحقنه الجينيه. بيتاخد على مراحل. ايوه تمام. طبعا اللجنه قررت لصفا، نزل قرار بالدواء ريزدبلام. الكلام ده من شهر 12 اللي فات. تمام. لحد الان ما صرفش لصفا اي حاجه. يعني انتوا خلصتوا الاجراءات بتاعه القرار وتوافق لكم ان انتوا تاخدوا الجرعه، ولكن لحد دلوقتي انتوا ما صرفتوش مصطفى بس، ما فيش اي طفل اتصرف له على التامين علاج. ده الكلام ده بقى من امتى؟ من 12 اللي فات. من شهر 12 اللي فات. الشهر اللي فات ده. لا، اللي فات السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. يعني 12 2022. ايوه تمام.
12 كده 2021 يعني كمان بقى. من حوالي سنة. يعني من حوالي سنة. تمام. المهم احنا خلاص كنا خلاص مستنيين ان احنا ناخد على حساب التأمين، فلقينا رؤية وكذا حد فتح حساب للحقنة الجينية اللي هي تمام. يلموا تبرعات عشان ياخدوا الحقنة الجينية. مشينا في الإجراءات واحنا بقى بنفتح الحساب، نزل قرار ان مفيش حساب لجمع تبرعات للحقنة، فتح الحساب بعد كده هيبقى للدواء. تمام. فاهم حضرتك ازاي؟ تمام. من شهر 5 بقى اللي فات لحد شهر 12 5 اللي فات واحنا بنسعى ان احنا نفتح الحساب عشان للدواء يعني. ايوه. خلاص بقى فتحنا الحساب، وتكلفة الدواء دوت مدى الحياة يعني عايزة سنويا 1,300,000 جنيه، يعني كل 17 يوم ازيد ب 55,000، وكل ما الوزن بيزيد كل ما الجرعة بتزيد، كل ما وزن الطفلة بيزيد الجرعة بتزيد. بتاخد جرعة أكتر. طبعا، تمام. فطبعا العلاج غالي يعني مفيش حد اصلا يقدر عليه، لا مفيش. ومش سنة ولا اتنين، ده مدى الحياة. فاحنا دلوقتي صفا من شهر 11 ما طلعتش بره، ما تطلعش بره الشقة، اي شوية هوا بيجي لها التهاب رئوي على طول. وقفت علاج طبيعي يعني وقفت العلاج الطبيعي عشان ما تطلعش عشان ما تطلعش بره، بره. مع انه غلط. العلاج الطبيعي بيحسن من الحاله، لو ما خدتش علاج طبيعي الحاله بتتدهور، بس غصب عني هعمل ايه؟ احنا في ارياف وما فيش امكانيات. تمام. وعلى انت طول بقى كنت بتروحي لها فين عشان في تعملي لها الفيوم، العلاج الطبيعي؟ في مركز في الفيوم. الفيوم. ايوه، بتروحي كم مره في 3 ايام الاسبوع؟ في الاسبوع. 3 ايام في الاسبوع بتروحي الفيوم لمركز العلاج الطبيعي علشان تعملي اعمل لها. لها علاج طبيعي. ولكن انت وقفتي مروحك للعلاج الطبيعي علشان ما تتأذاش، عشان ما يجلاش التهاب رئوي. عشان التراب والدخان والمواصلات والكلام ده والهواء، كله. الهواء برضو اشد حاجه. تمام. صفا دلوقتي عندها 2.5 سنين، ودايما تقول لي يا ماما لقاها كده وهي قاعده لوحديها بتعمل لنفسها تمرين. بتعملي ايه يا صفا؟ انا بعمل تمرين عشان اخف واروح الحضانه، انا عايز امشي مع نفسها كده، تقول انا عايز انقذه صفا. فانا مش عايز صفا يبقى نفس مصير حبيبه يعني، حتى لو مش هتمشي يعني بس تقعد جنبيها كده ما تتعبش وتدخل عنايات. حبيبه اخر سنه دي قضيتها في العنايات المركزه، ما كانتش بتخرج. فانا مش عايزه صفا تلاقي نفس المصير. صفا بدا يحصل لها انعوج في العمود الفقري يعني، كل ما الطفل بيكبر كل ما المرض اثاره بتظهر، بيعمل ضعف في عضله الصدر، في عضله التنفس، في عضله القلب. يعني انا مش عايزه تلحق تاخد العلاج قبل ما حالتها تتدهور، وطالب ان العلاج على يبقى على نفقه الدوله. والاطباء نصحوا ان هي لو خدت العلاج مبكر طبعا الموضوع كل ما يبقى اكتر بدري كل ما العلاج يجيب فايده اكتر. يعني لو خدت العلاج بدري طبعا هتبقى النتيجه افضل من تتاخر بالعلاج او كده. ايوه طبعا. انا بناشد بقى ان العلاج يبقى على نفقه الدوله، لان انا لو لميت تبرعات سنه مش هلم التانيه، مش هلم التالته، ده اكيد مدى طبعا. الحياه يعني، مش سنه وخلاص، اكيد. وفوق طاقه اي حد. فانا بناشد كل اب وكل ام ان هم يتبرعوا، يعتبروا صفا بنتهم، يتبرعوا باي حاجه، مش هيتبرع شير حسابات صفا، تكون صدقه جاريه. والد صفا شغال ايه؟ مدرس. مدرس. صفا لها اخوات؟ معها احمد الحمد لله سليم، ده عملت فيه تحليل وانا حامل فيه وطلع سليم، مش حامل المرض. يعني معاكي احمد عنده كام سنه؟ عنده 5 سنين. لكن ده ما شاء الله كويس. تمام الحمد لله. الحمد لله. ولكن كل اللي حضرتك عايزاه ان يتعمل العلاج بتاع صفا على نفقة الدولة. ايوه، ولحد ما يتعمل على نفقة الدولة الناس تساعدنا. تمام. تساعدنا بالقليل، مش هتفرق معايا او جنيه او 5 جنيه، بس هتفرق في طيب. حياة صفا. انت بتقولي فتحت حساب تبرعات لصفا، ايوه. الحساب ده معاكي يعني ولا معايا صورة على التليفون لان الاوراق مع باباها في مصر. طيب ممكن بس نعرض يمكن أعزائي المشاهدين زي ما سمعتوا القصة بتاعت صفا، يعني قصة مؤلمة، خاصة إن هما فقدوا طفلة قبل صفا اللي هي حبيبة بنفس المرض. ساعتها ما كانش فيه العلاج، ما كانش موجود في مصر وقتها، ما كانش فيه المبادرات
اللي يطلبها سيادة الرئيس. كان فيها عوائق كثيرة قدامهم يعني، ولكن قضاء الله وقدره أن تلقى حبيبة نهايتها على هذا المرض اللعين. أوه. فيمكن احنا طبعا فاتحين حساب لصفا زي ما حضراتكم، هنوريكم على الشاشة. ده الحساب أو رقم الحساب بتاع صفا زي ما حضراتكم شايفين، يعني أتمنى يكون واضح. ده حساب التبرعات للطفلة صفا اللي هي بتعاني من ضمور شوكي في العضلات، بنت محافظة الفيوم. الناس دي يمكن عانت قبل كده في مع حبيبة أخت صفا اللي برضو لقيوا عندها هذا المرض، ولكن صح توفاها الله. يعني بيتمنوا إن صح الموضوع ما يتكررش معاهم تاني. صح كلنا يمكن لازم نساعد صفا. يمكن هي بتقول حتى يعني قالت كلمة كويسة، ممكن ال5 جنيه ما تفرقش معاك، لكن هتفرق في الوقت ده في بس علاج صفا. يمكن في بدأت هاشتاجات تنقل صفا. نتمنى إن الموضوع ياخد يعني نطاق وانتشار على صفحات السوشيال ميديا علشان نلحق ننقذ صفا قبل ما تلاقي مصيرنا. معكم في هذا البث المباشر، شكرا لمتابعتكم، وإلى بث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.